نافع بدوي فلاحة مصرية، وأفتخر جدا جدا كمان أصولي فلاحين، عائلتي من البلد، ماجستير كلية تربية، أوائل دفعتي 4 سنين امتياز مع مرتبة الشرف. باطل باطل، المشير باطل، المجلس كله باطل، سامع عنان باطل، المشير باطل. أنا عندي 5 قضايا: اعتداء على قوات الأمن بالطوب، اعتداء على قوات الأمن بالمولوتوف، حرق المجاهل مع العلمي، تحريض على إثارة الشغب والفوضى في الشارع المصري، تحريض إتلاف الممتلكات العامة والمنشآت العامة المعدل للنفع العام. الجزء الأول من الحكاية اللي هو الجيش، ولاحظة لما رحت الميلان والجيش ابتدى يهجم، طبعا أنا أول ما هجم أنا حصلت لي حالة، يعني اتشلت حركتي، ما بقتش قادرة أصلا أتحرك، يعني المنظر هما جايين عليا، هل يعني ده اللي بيحصل؟ يعني مش متخيله ان اللي بشوفه في التلفزيون انا اتحطيت فيه. فحصلت لي حاله شلل، يعني اللي حواليا كلهم جري وانا ما قدرتش اجري. حاجه عملها اللي عندي حجاب وجردوني من شعري، جردوني من شعري لحد ولعوني هدومي وعروني قدام الناس كلها، واكتر من 20 اكتر من 20 بتاع اكتر من 20 عسكري كان بيضربني بالشوم على راسي، اتجمعوا عليا على اول كتيبه، كنت ضرب 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 عليا وهدسوني تحت رجليهم زي الحشره، ومع اقرب كمين اللي هو قدام مجلس الشورى، اقرب كمين اللي هو قدام مجلس الشورى، السور اللي معمول قبل مجلس الشورى، ضربوني تاني وبهدلوني تاني ضرب 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 ما تتخيلوا. كملوا بقى وسعوا لي عشان ادخل، هدخل من بوابه مجلس الشورى. هناك ممر طويل، انا حسيت من طوله انه ما بينتهيش. في الممر ده اي جندي او عسكري بيقابلك لازم يشتمك، لازم يضربك، سواء برجليه سواء بايديه سواء بالشومه او العصايه اللي في ايده، لازم يديكي حقك. مفيش واحد قابلني في الممر ده الا ما مد ايده عليا. قبل المدخل ده جه عليا مجموعه جنود، مجموعه الجنود دول سمعوني برضو اجزر الالفاظ، يعني الالفاظ دي بقت عاديه متداوله في لسانهم يعني، وتحت رجليهم فعصوني زي الحشره. انا وشي كان وارم، الجنب ده كله كده كان وارم خالص، وعينيا كانت مقفوله. دي كانت نتيجه رجل واحد كانت على وشي. اللي كان بيضربك بغرض ان يضربك، واللي كان بيضربك ان هو بغرض ان هو طبعا يعني يلمس جسمك. انا كنت بصد بايدي اللي بيضربني، لا كنت بسيب اللي بيضربني يضربني، بس اللي بصد بايدي اللي هو غرضه مش يضرب. يا واحدة لكن اساسا احنا بنتكلم مع واحد ده، حضرتك بتتكلمي معايا انت خمسه وعشرين حضرتك كنت خلاص حضرتك دول طلبه واحد، لا ما هماش طلبه، انا برضو اربعه كان منهم حضرتك خارج الجامعه هيحصل شوف تبعي بس انا كل التربيه عند الحاج شوف انت عايز تقف فين وقف فين الحته صوري اتفضل يلا طب انت عايز صور فين ولا الحته اللي انت عايز صور فيها بعد اذنك يلا صوري في اي حته واي حد يتكلم يديني بعد اذنك اتفضل شكرا اتفضل لقيت الضابط اسمه احمد منصور صعقه لقيته داخل هو لما بعدين ابتدى يقول لنا ان هو صعقه وانا دخلت الجيش عشان خاطر متطوع انا ماليش اخوات ولاد دخلت عشان اخدم بلدي وعايزه اقول له انت كده بتعري بلدك يا ريتك ما دخلت الجيش بجد يا ريتك ما دخلت الجيش وحقي منه هاخده واسمه اتقال في التحقيق بالكامل هو والضابط حسام الدين مصطفى الاثنين دول قضيتي معاهم في المحكمه اول حاجه استخدمها طبعا اللي هي العصيان القصيره بتاع القوات المسلحه بتاعتهم دي ضرب 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 كان عارف ان رجلي الشمال دي مصابه وكان بيصر ان هو يضربني عليها عشان يعجزني فيها هو بيدور على الجزء المصاب فيكي ويضربك عليه دخل عمل ايه حضره المحترم المراسل بتاع التلفزيون المصري دخل جوه الاوضه كان بيشتمنا ماشي وكان بيهزقنا وكان بيزعق لنا زيه زي الضابط واجزر كمان نفس الاسلوب نفس الدماغ نفس كل حاجه يا بنت كذا يا بنت كذا يا بنت كذا هتخرجي وهتقولي وهتتكلمي وهتشوف انا عايزك تقولي ايه ولو ما قلتيش هتفينك مكان ما انتي واقفه لان انا مش هطلع اقول انا بلطجيه مش هطلع اقول انا قبضه مش هطلع اقول انا ممعله هطلع اقول اللي يدينهم هما وبهيئتي اصلا دي هدينهم هو مش عايز كده ده فساد التلفزيون المصري اللي اهالينا بيسمعوه ومقتنعين بيه وحبسوني في البيت عشان بيتفرجوا عليه. كانوا من بره جايبين الكاميرا معاهم هتقولوا
الالفاظ دي وردوا ورايا احنا كذا احنا كذا. وبين قوسين بقى اجذر الفاظ ممكن تسمعها في حياتك بين قوسين، واللي ما تقولش الالكتريك في جنبها. 12 ساعه من واحده الظهر لواحده بالليل، 12 ساعه لحد ما دخل بقى سياده اللواء. احنا اسفين دي غلطه، غلطه على ايه مش عارفه، اسفين على ايه برضو مش عارفه. سمعت بعدين ان الجمله دي كانت بتتقال لكل جروب بيتضرب. فالمهم قالوا ان سياده المشير جاي يطمن عليكم. طمن الجمله رنت في ودني، طمن علينا ليه؟ ضربونا وبهدلونا وجايبيننا يعالجونا في مستشفياتنا ويجوا يزورونا عشان يمروا للناس ان احنا هو دول بلطجيه، واحنا بنروح نزورهم ونطمن عليهم وبنعالجهم عندنا وبفلوسنا كمان. ده اللي جه في دماغي، فما بقتش طايقه بقى. لقيت دخل الاوضه ماشي، اللي دخل اول حاجه اللي هو مصور التلفزيون المصري، دخل في الكورنر كده ودخل القائد المستشفى اعتقد وناس كتير، وثلاثة بنات شرطة عسكرية وواحدة ظابطة برضو بنته، كل البارتيتا اللي جاية مع المشير كلهم ملوا الأوضة، وهو كان برا يعني برا الأوضة على طول، بحس ان المذيع هو جاي يجيبه بقى ايه وهو داخل الأوضة. انا بصيت شفت كل الناس دي وشفت المشير هيدخل، حصلت لي حالة من الانهيار التام. حرام عليكم، عايزين مننا ايه؟ ضربتونا وبهدلتونا. بصي جميع، بصي قلت كل اللي في نفسي، صريخ 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 بطريقه لا تتخيليها. كلهم اتخضوا، ابتدى بتاع التلفزيون المصري يطفي، كله راح خارج من الاوضه على بره، جري على الاوضه اللي بعدنا بتاع الشباب، ووصل للمستشفى كلها رفض غرفه البنات زياره المشير. رفضنا، نسلم على الايدين الملوثه بدمنا، نقبل الف سلامه؟ لا شكرا، الف سلامه بتاعتنا يوم ما يسكت حكم العسكر. لقيت عسكري جاي لي بكلبش، قلت له هتعمل ايه؟ قال لي هكلبشك في السرير. قلت له ليه؟ انا متهمه؟ انا ليا محضر؟ لما يبقى ليا محضر ومثبوت فيه التهم بتاعتي يبقى ليك الحق ان انت تكلبشي. اتمنى لو تقدروا تساعدوني بجد، هيرد الماما اعتبارها. انا كنت بحلم اصلا ان انا في يوم من الايام تاخد الام من نفسي، لانها فعلا احسن تربيه. لما كنا حصلنا ده فعلا الى ان يطالب الوالد بان يلقى بهؤلاء الى افرانها تشهد. فدي اقل حاجه اتبعت. فلما الاستاذ ندى قال تاني انا كنت مبسوطه رغم كل اللي حصل، رقصت عليا وكده، بس كان حلم من احلامي ان انا يوم اكبر انها تاخد الجايزه الام الميزانيه عشان خاطر هي. ف يعني نفسي يحصل الموضوع ده، وساعتها اودي على جزمتها قدام الناس كلها وابوس جزمتها وقدام اهل البلد، كل اللي قال كلمه في حقها او كل اللي قال اي حاجه ابتدي اسكت عشان الست دي اتكرمت بسبب البني ادمه دي اللي ما عملتش حاجه ولا حاجه. ويوم بقى ايه تتكرم انا اتكرمت وانا ورديه قوي. وضميرك عمره ما خانك، اثبت مكانك، ده نور الشمس راجع.